كلمة للأستاذ. هل المجلس العسكري أقوى من نظام مبارك اللي اتشال اللي فشل؟ أنا الرد هقوله لحضرتك، الرد لا أنا هقوله لحضرتك حالا. إحنا تنازلنا عن حكمنا للبلاد بحجة إن مفيش قيادة، واخد بالك؟ فاستولى عليها المجلس العسكري وأصبح بقى هو القيادة، بقى هو الحاكم وهو المدير. فبالتالي إحنا تنازلنا بعد 11/2، فهو استولى على هذا النظام، والمفترض فينا إن إحنا أصلا كنا نحكم البلاد ونلزم المجلس العسكري بإدارتها فقط. أما بالنسبة للرد على قانون الغدر اللي يقصده أستاذنا اللي هو رقم 242 لسنة 52 المعدل بالقانون 173 لسنة 53، فقانون الغدر كما يطول الفساد السياسي يطول بعض الثوار الذين منكسرت الثأر على ما يحدث والتجاهل والكلام ده كله، ممكن يسقطوا تحت قانون 244. فيجب ان احنا نبقى عارفين الوضع ماشي ازاي. كلمة دلوقتي مع الاستاذ حسام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اخوكم حسام من اسكندريه. احنا جينا النهارده من اسكندريه عشان احنا في اسكندريه احنا ماشيين في اتجاه، جينا هنا ميدان التحرير عشان نعرف ميدان التحرير ماشي ازاي. بس احنا لقينا حاجه جميله قوي، ان احنا لقينا ان احنا كلنا متفقين ان المجلس العسكري متواطئ وان المجلس العسكري هو المشكله. فده كده مؤشر جميل قوي، لان احنا فعلا ضاغطين هناك، وفي ثوار مستقلين. يمكن الزئير بتاع الثوار في ميدان سعد زغلول وفي ميدان القائد ابراهيم زئيرهم ممكن مسمع هنا واصل لهنا. وجينا هنا فعلا لقينا في زئير في ميدان التحرير رافض كيان المجلس العسكري، ورافض تعامله، ورافض الوزاره، التشكيل الوزاري، ورافض كل حاجه. تمام، يبقى احنا كده من اسكندريه لحد الاقصر، متهيألي الناس سمعت برضه ان الاقصر توافق مع نفس المطالب. يبقى احنا كده متفقين على مبدا واحد، الا وهو ان المجلس العسكري هو سبب النكسه اللي احنا موجودين فيها النهارده، وعدم تنفيذ المطالب، والتواطؤ في المحاكمات، والتواطؤ في تشكيل الوزاره، والتدخل في كل شؤون البلاد لصالح اتجاه اخر خالص غير مطالب الثوره. اذا احنا كده مش في ثوره، احنا مش ما مشيناش في طريق الثوره، واحنا كده متفقين كلنا على المجلس العسكري، واحنا مكملين في اسكندريه. وهتسمعوا صوت زئير زي ما هنسمع صوت زئير طالع من التحرير، زي ما هنسمع صوت زئير من الاقصر، وهنسمع زئير من اسوان، ان المجلس العسكري ما انا اسكندريه والاقصر واسوان مصر كلها، الميادين كلها والسويس وكل ميادين مصر كلها هتقول ان المجلس العسكري متواطئ، ويسكت المجلس العسكري، ويسكت المشير، والدوله مدنيه كما طلعت الثوره بمطلبها. فيما يبدو ان الثوار المستقلين اعلى صوتا من اي صوت، وانا مش عاقب على الموضوع. استاذ كرم، استاذ كرم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس كرم الشيمي، ثوار مستقلين من التحرير. انا حقيقي في غايه السعاده ان معانا هنا الزملاء من ثوار اسكندريه والسويس. حقيقي عندي حاجه مالي قلب الواحد فرحه كبيره جدا. ويعني انا يعني اهم حاجه احنا يعني دم شهدائنا الابرار فعلا اللي هم حققوا حلم مع المصابين وحقوق الناس دي، هي دي من اهم المطالب بتاعتنا. يعني انا بنادي يعني مع التشكيل الوزاري الجديد، على الرغم ان احنا رافضين، ولكن بنقول نبدا منهم، واهم حاجه نحس بخطوات سريعه جدا في عمليات التطهير. والتطهير ده اهم شيء لازم كلنا نركز عليه في المرحله اللي جايه. البلد بيحكمها النهارده فلول نظام الحزب الوطني، متشعب بصوره بشعه داخل جميع هيئات والوزارات واركان ادارات الدوله. اخطر شيء على الاطلاق ان احنا سايبين الناس دي هي النهارده اللي بتحكم. الناس دي زي في اجهزه الاعلام، ما زال النهارده التلفزيون الحكومي بيدافع عن فلول النظام، بيعملوا لقاءات مع الناس في الميادين ويسالوهم بما يتوافق على اتهام الثوار الموجودين في ميدان التحرير وجميع المدن في انحاء مصر على ان هم بلطجيه. والحمد لله رب العالمين، اللي بيقولوا على نفسهم الاغلبيه الصامته بتوع روكسي هم اخطاوا خطا فادح
وذبحوا نفسهم لما قالوا بنروح بالدم نفديك يا مشير. ودي خلت الشعب المصري كله عرف ان الناس دي فعلا زي الاخ اللي قال ان هم دول المستفيدين من النظام والعهد البائد. احنا بننادي بننادي من هنا ثوار التحرير ثوار المستقلين بعيد عن اي تحزب او شخصنه لاي حد، ان احنا بنطالب الحكومه اذا كان الدكتور عصام شرف اللي هو طلع من هنا من قلب ميدان التحرير، احنا بنطلب منه ان التطهير في جميع اركان الوزارات والهيئات ابتداء من الاعلام والشرطه والقضاء وجميع الوزارات، ولازم يجيب الوزراء بتوعه زي ما هو طلع على كتفنا من هنا، هو وزرائه اللي قدوا اليمين دون يكونوا في وسطنا عشان مطالبنا تتحقق مطلب ورا مطلب، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا زي ما نصرنا قبل كده باذن الله. وانتم انصروا الله ينصركم فلا غالبا.